هلو هلو، يوم جديد، يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. النهاردة أول يوم مدرسة، أعتقد لكل الطلاب في مصر سنة دراسية يا رب تكون سعيدة، وكل الأهل اللي بتفرجوا علينا أولادهم في المدرسة أعتقد خدنا إيه بريك. الوقت اللي بتاع الصبح ده صح صحيان شوية بيبقى صعب، بس لما الولاد يروحوا المدرسة ويتبسطوا يا رب وتكون سنة دراسية سعيدة عليهم، برضو بيبقى عندنا وقت في البيت ننجز حاجات كتير ونعمل أكلات حلوة. النهاردة أكلتنا أكلة عائلية، أكلة شهية، أنا من عشاق الفريك، وعملنا أنا فاكرة في رمضان وصفات فريك كتير. النهاردة هنعمل فراخ محشية بالفريك بطريقة سهلة جدا، وحنشوي تحتها خضار. بداية الشتاء، الشتاء على الأبواب، امبارح يمكن كان أول يوم، كان بداية البرد شوية وأول يوم، يبقى نفسي في شوربة، عملت كده شوربة خضار مشوية. قلت النهاردة من الخضار اللي هنعملها تحت الفراخ وهي بتستوي في الفرن هنستغلها ونعمل فيها أحلى شوربة خضار شهية وبسيطة. وبرضو الفريك الكمية اللي هنعملها، جزء منها هيتحشي جوه الفراخ والجزء هيتقدم كده متفلفل وعليه المكسرات وجنبه سلطة زبادي بخيار شهية. فعملنا وجبة كاملة متكاملة من شوربة وبروتين، وطبعا الفريك مليان فوائد. هنتكلم الفريك طبعا بيجي من القمح، بس في ناس كتير تسألني الفرق بين الفريك والبرغل والسميد، هنتكلم أكتر الفريك هو إزاي بيبقى لونه وشكله غير القمح، أو حتى يعني تكسيرة بتاعته مختلفة عن البرغل إلى آخره. عايز أفكركم بالإعادة، الساعة 3 العصر على القاهرة والناس 2 و6 المغرب القاهرة والناس 1، ودايما حلقاتنا موجودة على صفحة القاهرة والناس على اليوتيوب. يلا بينا على المطبخ، عندنا أكل عائلية شهية. هلو هلو مرة تانية. النهاردة لأنه الولاد راحوا المدرسة نقدر نعمل بقى أكلة كده براحتنا مش سريعة، وبعدين إيه نحتفل بيهم أول يوم يرجعوا فيه من المدرسة. أكلتنا النهاردة ممكن تعملوها بالرز اللي هي الفراخ المحشية، وحتلاقوا حلقة فراخ محشية بالرز في ميز شو في رمضان، عملنا أحلى فراخ محشية وحشيناها برز بالخلطة، وكانت من الوصفات اللي لقت قبول كتير لأنها من أحلى الوصفات كمان في العزومات، وعملنا برضو معاها خضار شهية. تعالوا دلوقتي بس نفتح كده على الفريك اللي منفلفله، نفس الفريك ده اللي فلفلته وهو نص سوا، خدت جزء منه وحشيت فيه الفراخ. ليه نص سوا؟ لأنه هتكمل سوا في الفرن، وكملت تسوية الفريك اللي باللحمة المفرومة أهو، شايفين استوى تماماً لأنه ده اللي هيتغرف تحت الفراخ. إذن محتاجين نطلع الفراخ، ولا أقول لكم تعالوا نغرف الفريك الأول، نحط الطبق قدامنا ونطلع الفراخ على طول. ناخد الطبق اللي هنقدم فيه، دايماً نقدم بأطباق حلوة ونخلي شكل طبقنا مش بس طعمه حلو، شكله حلو. هقرب ده كده جنبي ونجيب مغرفة شوية كبيرة ونغرف الفريك. طبعا الفريك والرز دي تلاقوا زي كده، يعني ناس بتحب الفريك وناس بتحب الرز. الفريك فوائده اعلى من الرز، هو طبعا نشويات طيب اوكي، بس مليان الياف، والالياف دي بتساعد على الهضم. وكمان اي منتجات من منتجات القمح هي من المنتجات او الاكلات اللي بيبقى فيها زي ما قلت لكم فايده عاليه. طيب هو من القمح، طب ليه لونه مش زي لون البليله يعني مصفر شوي؟ لانه القمحة لما بتتحصد وهي خضرة بتبقى لونها أخضر في السنابل، وهتلاقوا حتى الفريك ساعات بقى فيه نقط كده سودة، مش حاجات سودة زيادة، لا هي نفس الحباية فيها نقطة سودة. الفريك بيبقى قمح أخضر وقت الحصاد، عشان كده لونه شايفين بيبقى مخضر، وكمان بيتشوي يعني بيتحط على النار وبياخد تحميصة، يعني أعتقد بيولعوا نار، يعني أنا اللي شفته بالأردن بالطريقة التقليدية بيولعوا نار وبيشوا أو بيحمروا السنابل بعدين بيطلعوا الفريك، عشان كده إحنا ساعات بنلاقي فيه القشرة لسه لازقة عليه، ومننظفه كويس طبعاً ومننقيه قبل ما نسويه، وبعدين بنغسله كويس. وبرضو بتلاقوا حاجات برضو بعد ما ننقيه تطلع كده على سطح المية، نتأكد إنه نغسله كذا مرة لحد ما يبقاش فيه أي قطع. ويعني أكلة ممكن تبقى يومية، هي سهلة جداً وأكلة عزومات بنفس الوقت. طيب تعالوا نشيل الحلة دي ونفضي مكان قدامنا علشان ده الفراخ اللي هنحضرها علشان نقدم الطبق. اوكي خلونا ننظف هنا تنظيفة سريعة قبل ما نروح الفرن ونطلع الفراخ اللي شكلها شهي جدا جدا جدا. خلونا نحط ده هنا، خليه قدامنا كده علشان نسيب مكان لصينية الفرن.
تعالوا ناخد الفوطة ونروح على الفرن. شايفين لسه حالا متحمر مستوي. امسكه كويس لان انا مستخدمه صينيه الفرن وشبكه الفرن، وهوريكم ازاي بنستفيد من الصينيه والشبكه مع بعض. ترارارا، شايفين شكلهم حلو ازاي؟ بنحط الشبكه ومنعلي الفراخ عن الخضار علشان كل الدريبنجز اللي فيها السوائل اللي بتنزل تدي نكهه للخضار المشويه اللي ممكن نغرف منها شويه النهارده جنب الفريك، وبنفس الوقت ممكن نعمل منها الشوربه لانه هي خدت نكهه الفراخ وكل الخضار دي تعمل روستد فيجيتابل سوب، يعني شوربه الخضار المشويه. هاخد الفراخ ونحطها فوق الفريك اهو. عشان كده بقول لكم وجبه عزومات حلوة جدا جدا. تعالوا ناخد شوية من الخضار، اشيل بس الصينية دي. عشان سخنة، وناخد شوية كده من الخضار ونخلي شوية للشوربة. هتلاقوا عندي هنا ايه؟ خضار الشتوية، القرع، مفيش قرع، في بطاطا، بطاطس، بصل، توم، واخدين تتبيلة حلوة، وحتى تلاقوا التوم أنا حتى أهو بصوراس التوم. حواريكم إزاي بنقسمها كده بالنص ومنديها التتبيلة الحلوة وبتتشوي وبقى شكلها يجنن. هاتوا نحط واحدة هنا، في واحدة تانية أكيد أهي، نحط التانية هنا. تعالوا ناخد شوية خضار، شوية بصل كده، نوزعهم حوالين طبق. في بطاطس كمان تبقى دايبه بقى، استوت وشربت كل النكهات اللي نزلت من الفراخ ومن التتبيله الحلوه اللي عملناها. نحط البطاطا طبعا لما في يبقى قرع، القرع العسلي خطير مع الوصفه دي. نحط حواليها كمان شويه جزر، خلوني احط هناك كمان بصل عشان نوازن شكل التقديم. بصل وبطاطا، بطاطا رائعة، في ناس كتير ما بتطبخش بالبطاطا حوادق، أكل حادق. البطاطا من الحاجات اللي أنا بدخلها في شربات كتير وبنعمل فيها أكلات حلوة كتيرة مش بس المسكر. نحط هنا، أعتقد كفاية كده، ممكن قطعة بصل هنا، ونخلي دي بالسوائل كلها. شايفين السوائل دي والنكهات دي علشان هي هتبقى الأساس للشوربة. هحط ده ورانا، وهنحمر شوية مكسرات. ننضف بس سريعا برضو. حضر شوية مكسرات، ممكن تحطوا لوز، ممكن تحطوا صنوبر. خلي الطبق ده كده، شايفين حلو ازاي؟ ونحط له برضو حاجة خضرة تدي له لون وتدي له برضو طعم وفايدة زيادة. هاخد الطاسة، تعالوا حالا نحمر شوية لوز وشوية صنوبر، أو خلينا ناخد صنوبر بس لأنه لما نيجي نحمر اللوز أو الصنوبر ما نحمرهمش مع بعض. ليه بقى؟ لانه الصنوبر ليه تسويه، ليه وقت في التسويه، بيتحمر بسرعه، اللوز هياخد وقت اكتر، فما نحمرهمش خالص مع بعض. نحط الزيت وهنحمر، خلونا نحمر دلوقتي صنوبر، وممكن خلال الفاصل احمر لكم اللوز. هناخد ايه اخضر، ممكن ناخد شويه كزبره، شويه بقدونس. انتوا عارفين خلاص انا بعشق البراعم دي، قلت لكم هي زي لما بنزرع بذور الكزبره وبذور الفجل الى اخره. ممكن نوزعها بشكل لذيذ كده، هتدي لون رائع للطبق. هاتوا نلف الطبق وننضفه برده من هنا، ولما نيجي نحمر الصنوبر عنا عليه، بيتحرق بسرعه. هضيفه دلوقتي اهو. انا ساعات برفع الطاسه عن النار قبل ما ياخد اللون بالظبط، لانه من الزيوت اللي بتبقى اصلا بالمكسرات والحراره بتكمل السوى. عايزه اجيب منديل ننضف الطبق من الناحيه دي، وتعالوا نكمل تزويقه بشكل حلو.
في اوقات من السنه بلاقي البيبي تشيكن يعني الفراخ بحجم صغير، يعني حتى عملتها على الانستغرام قعدوا يسالوني ايه ده يا شيف، قلت لهم هي بتبقى ساعات متوفره بس عند بالسوبر ماركت، بتبقى بحجم صغير تقريبا يعني اقل من 800 جرام، يعني صغيره جدا، تبقى بتسمى بيبي تشيكن، بس اعتقد ما بقتش متوفره قوي لانه هي مش موفره للمنتج انه يبيعها وهي صغيره. صنوبر اهو بتحمر، شايفين ابتدى على طول ياخد اللون، وانا هعمل حركه ممكن ما تعملوهاش، الزيت ده خد طعم الصنوبر، لما يبقى عندنا عزومه حلوه الاكل يبقى كده دسم واخد طعم، فهنستغل نكهه الصنوبر والزيت ونضيف الزيت على الفريك ويديه طعم الصنوبر الحلو. خلاص اهو قبل ما نطلع الفاصل نقدمه، قرب الطبق بعد اذن المخرج قدامنا هنا علشان مع بعض الصنوبر اتحمر اهو، شايفين قصدي برفعه عن النار قبل ما يوصل اللون الغامق لانه بيغمق بره النار. ناخد الصنوبر مع الفريك، الصنوبر طعمه والمكسرات تبقى خطيره، وسلطه الزبادي اللي احنا محضرينها هنقدمها بعد الفاصل. عملنا سلطه الزبادي كتير وهي عباره عن زبادي وتوم مع ملح ونعناع ناشف تبقى حلو قوي عليه، وبس هي دي سلطه الزبادي. ممكن نحط له على الوش نعناع طازه، ناخد شويه من الزيت قلنا اهو، واحنا بنحط صنوبر يدي طعم حلو ويدي لمعه. خلونا ثانيه اهو، وايه رايكم بالطبق الحلو ده؟ طبق عزومات يجنن، وبنفس الوقت لما تشوفوا سهوله تحضيره هتعرفوا انه ممكن نحضره لعائلاتنا كل يوم، مش لازم الاكل الحلو يبقى في العزومه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي نحضر الفريك ونحشي الفراخ ونعمل كل الخطوات مع بعض، استنونا. جهزنا او غرفنا الطبق قبل الفاصل عشان اغريكم تشوفوا الوصفه، وده ودي سلطه زبادي قلت لكم عليها، زبادي خيار مبشور نسيت لكم، ببشر الخيار وبعصر الميه شويه عشان ما تخففش الزبادي، ثوم وملح، هنحط له شويه نعناع ناشف، نعناع بيليق قوي مع السلطه دي، ونعناع طازه، وهاتوا نحط له سنه زيت زيتون يدي له اللمعه الحلوه دي، شايفين ترارارا. هنقدمه هنا اهو، من احلى السلطات جنب الفريك هي سلطه الزبادي. تعالوا نبتدي دلوقتي نحضر الفريك مع بعض. الفريك تعالوا نشوف شكله وهو ناشف اهو، في هتلاقوا درجات، هتلاقوا فاتح قوي وهتلاقوه اخضر جدا كده. بلاش نجيب البني اللي هو بتحسوه ما اتعملش في وقته، يعني ما لونه مش حلو، ده شايفين خضاره طبعا، كل يعني اعتقد كل حصاد بيبقى مختلف الى اخره. احنا النهارده استخدمنا ده من زي ما قلنا بننقيه كويس، بنشيل منه ساعات بيبقى فيه من التخزين حجر صغير قشر الى اخره، وبعدين بنغسله كويس جدا 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 كذا مره تحت الميه تحت الحنفيه، بنقعد نغسله وكل مره بيطلع شويه كده شوائب صغيرة، بنصفيه خالص وبعدين بنرجع عليه المية بنملاه مية. الخطوة دي بتخلي الفريك تقريبا شبه مستوي. أنا عايزة أوريكم لون الفريك الأخضر، شايفين الحبة خضرة، الحبة لسه خضرة أوكي، لسه محصودة حالا أهو، هو ده الفرق. الفريك وطبعا ليه طعم شوية كده، طعم التحميص ده اللي هتحسوه. احنا النهارده هنحط معاه لحمه مفرومه، ممكن ما تحطوش لحمه خالص، هبتدي بس احط اللحم على النار، ده اتنقع مثلا بقاله ساعه شرب تقريبا كل الميه. هنعمل لحمه كده، هنحط لها شويه بصل، لحمه مفرومه عاديه شويه بصل، تعالوا نملح البصله ونحط لها البهارات. ايه فين الملح اهو، تديها نكهه حلوه، نحط الملح على البصل، ممكن نزود بعدين، نحط شوية قرفة، اتفقنا انه القرفة، وناس كتير بعتت لي قالوا لي فعلا ان شيف بتضيع طعم الزفارة، تتحط بمقدار بسيط بتضيع زفارة اللحمة، وهنحط بهار مشكل وشوية جوز الطيب، من اسمها كده بتطيب الأكل، فين جوز الطيب أهي، أحبها تبقى صحيحة ونبشرها طازة، تعالوا مع بعض أهي شايفين، هناخدها كده ونبشر شوية صغيرين
يلا نقلب البصله ونضيف اللحمه. محتاجين شويه زيت لانه البهارات يعني او الزيت شرب البهارات او العكس، المهم زودنا شويه زيت قبل ما نضيف اللحمه المفرومه. احنا مش عايزين نحمر البصله، عايزين بس نديها كده تشويحه بسيطه. نحط اللحمه، مش محتاجه المقدار ده كله، هحط نص اللحمه المفرومه دي. وزي ما قلت لكم ده اختياري، بس بما انه احنا قلنا يعني هي من للعزومات، وهي على فكره حتى لو مش عايزين تعملوها محشيه في الفراخ، يعني تحشوا الفراخ، الوصفه دي لوحدها فريك مفلفل باللحمه المفرومه اكله. ادي المعلقه، نقلب اللحمه شويه. في ناس كمان بتحط اللحمه المفرومه على الوش الفريك، يعني تعمل دي لوحدها ودي لوحدها. نتاكد بس انه فرفتناها ونسيبها تستوي ونفضل نقلبها. دلوقتي الفريك منقوع، الطاسه على النار والبصله مفرومه، نفس البهارات اللي هنحطها للحمه هنحطها للفريك. اذا قلنا ممكن تتعمل الفراخ محشيه بفريك من غير لحمه، ممكن الفريك باللحمه يتعمل اكله لوحدها مش محتاجه، لو مش عايزين تعملوها فراخ محشيه شوفوا انتوا اللي يناسبكم واعملوها. هعلي بس الحراره هنا، اوسع العين. طيب هناخد برضو زيت اهو. اذا احنا حشينا الفراخ بفريك نص مستوي، في نص مرحله السوى هنشيل جزء من الفريك. انا كان عندي البصله اهي، حط البصله، كتر البصله بتاعتها تديها طعم حلو كده هنا، ونخلي ده جنبنا. نجيب معلقه ثانيه بس نقلب الفريك البصل سوري. والفريك من الحاجات اللي على فكره سهله لانه ما بتبصش زي الرز، يعني ما بيعجنش بسهوله، يعني اللي عايز يهرب من تعجين الرز جوه الفراخ المحشيه ابتدوا بالفريك، قال يعني عملنا اكله اتقل بس هي اسهل. نقلبها، نعلي برضو الحراره، الحله عندنا كبيره، نوسع العين. وبرضو تعالوا نحط لها نفس البهارات في كميه اكبر شويه لانه كميه الفريك كبيره، عندي البهارات المشكله. نحط معلقه بهار مشكل اللي هي الخلطه الشرقيه بتاعتنا. هنحط ده ايه، القرفه قلنا. الفريك في لبنان لما بيتعمل بتلاقوا سنه القرفه ظاهره اكتر، المطبخ اللبناني بيعملوا اكلات المغربيه وبعض الاكلات تبقى القرفه عندهم من الحاجات الظاهره جدا. هنحط شويه جوز الطيب، وهنحط الملح بالظبط زي ما عملنا في اللحمه. ليه ما حطيناهمش على بعض؟ لانه اللحمه مش هتتفلفل بشكل حلو، سوري يعني مش هتاخد اللي هي السوى بتاعها الحلو وبعدين نقوم حاطين عليها الفريك، هتبقى اوفر كوكت. هنحط دول هنا نديهم تقليبه. تعالوا نقلب اللحمه كمان اهي. طيب اذا احنا عناصر الطبخه الرئيسيه بقت جاهزه، الفريك منقوع، اللحمه بتستوي اهو، البصله بتتحمر بتاعت الفريك، هنضيف الفريك هنا قلنا منقوع وما صفيتوش لانه اصلا الميه اللي فيه يعني شربها كلها، كفايه الكميه دي. وطبعا هنظبط الملح، وهنحط مكعبين من مرقه الدجاج من ماجي. هاتوا نقرب المرقه، هتدينا نكهه سلق الفراخ الشهيه من غير ما نسلق الفراخ، احنا هنشوي الفراخ بالفرن، فمحتاجين ناخد مكعبين. وقبل ما نضيف السوائل، انا عندي ميه هنا اتاكد انها بتغلي، انا هي سخنت بس انها بتغلي، هحط المكعبين دلوقتي. وكانه عملنا الفريك ب يعني مرقه بط او مرقه فراخ، مرقه حلوه اوكي، عاده بيدي طعم الريتشنس. وزي ما قلنا دايما بهارات ماجي بهارات متوازنه جدا بتروح معانا في اي مطبخ سواء شرقي او غربي. فهنقلب كده، انا ما حطيتش على فكره فلفل اسود ولا هنا ولا هنا، فمحتاجه ارش رشه فلفل اسود اهو هنا، ورشه على اللحمه. ده فلفل مطحون طازه. بس احنا دلوقتي بنسوي الفريك، نبتدي نسويه، الميه بتغلي، حطينا مكعبين المرقه بعد ما بهرنا البصله بالبهارات البسيطه جدا، نكهات بسيطه. اللحمه بتستوي، كنترول معانا وقت قد ايه؟ طيب معانا دقيقه، الميه غليت،
الفريك يتشوح كده مع البصله شويه. وزي ما قلت لكم عمليه النقع بتفرق بالسوى وبتفرق بكميه الميه اللي هنحطها. لو حطينا وما افضلش خالص نحط الفريك من غير ما يتنقع هياخد ضعف الميه وهياخد وقت اكتر في السوى. فالنقع ده منه بننضفه كويس كذا مره، منه بيسهل لنا مده الطهي بقللها وبيسهل لنا عمليه الطهي بشكل عام. اللحمه قربت تستوي والميه غليت، نضيف الميه وزي ما قلت لكم هو فورجيفنج، يعني هو مش زي الرز من الحاجات اللي بتبوظ لو الميه زادت. شايفين مهما نقيناه بتطلع علينا حبايه متحمره. قلت لكم هو بيتعرض لعمليه الشوي او الحرق، فدي حبايه اتحرقت مهما نضفنا الا ما تطلع معانا واحده كده ولا كده. اهو نشيلها وتعالوا نضيف، ادي واحده كمان بقشرتها اصلا، شايفين القمحه لسه بالقشره. هزود الميه واسيبه يغلي زي الرز، ولو احتاج ميه زياده هنديله ميه زياده وهنتاكد انه وصل درجه استوى. دلوقتي احنا هنطلع فاصل ولما نرجع نشيل الجزء اللي نص سوا علشان نحشي الفراخ ونكمل فلفله الفريك ونعمل الشوربه. استنونا بعد الفاصل. قبل الفاصل كانت اللحمه لسه بتستوي، خلاص اللحمه استوت ومستنيه الفريك يشرب تقريبا الميه، يعني يبتدي يشرب الميه عشان نضيف اللحمه وناخد الجزء اللي بنشيله نص سوا للحشوه. ده انا شايلاه من اللي غرفناه هنا وهو نص سوا علشان لازم نحشي الفراخ سواء بحشوه الرز او الفريك وهي الحشوه مش سخنه، اوكي؟ فهنسيبها على جنب، دي اللي هنحشي فيها. الخضار اللي كانت في الصينيه فضلت نقلتها على الحله، ودي هتعمل لنا، شايفين ما ضفتش لسه اي سوائل، دي هتعمل لنا احلى نكهه. روستد فيجيتابلز واخده خضار شوي بالفرن ونكهات الفراخ والتتبيله اللي هنحضرها دلوقتي على طول نطلع منها كده بشوربه شهيه. بقول لهم النهارده في البريك حاسه رمضان كده، يعني اجواء رمضان، ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين قريب ونعمل احلى الوصفات مع بعض. الميه قربت تخف، تعالوا نحضر الخضار مع بعض. انا قطعت هنا بطاطا، هناخد اهي بطاطا متقشره نقطعها قطع كبيره عشان ما تتبلش في الفرن عشان تفضل تشانكس كبيره. عندنا كمان جزر، ادي كمان بطاطا، زي ما قلت لكم القرع بيليق معاها جدا. ادي الجزر نوزعهم بس بارتفاع معين علشان ما تاخدش الشبكه نعرف نحطها. وعندنا بصل، البصل من الحاجات لما بتكرمل، يعني من الخضار اللي طعمها رائع لما تاخد كارملايزيشن. اتاكد بس انا خلطه بصل احمر وبصل ابيض، مفيش قاعده للمواضيع دي. نحط البصل، نزود باقي الجزر. وعندنا بطاطس، انا لما بقشر البطاطس نحطها ليه في الميه، قلنا قبل كده كتير علشان لما تتعرض للهواء. البطاطس مليانه حديد، من فوائدها الكتيره الحديد، نسبه الحديد عاليه فيها، فطبعا مع الهواء هتتاكسد، بنحطها بالميه تحميها من التاكسد. نشيلها كده نوزعها. بطاطس، فاكرين عملنا حلقه عن لوست ان ترانسليشن، الكلمات اللي شويه مختلفه في بلاد الشام ومصر والخليج. ففي بلاد الشام دي بطاطا ودي بطاطا حلوه، يعني دي مش وحشه بس دي اسمها حلوه مسكره، ودي بطاطا. صاحبتي لما جت مصر عايزه تعمل صينيه بطاطس فبتكلم السوبر ماركت كل شويه تقول له بطاطا، يبعت لها بطاطا حلوه، تقول له لا مش ده الاوردر بتاعي، لحد ما خلاص دي بطاطا ودي بطاطس. هناخد كمان واحده وهنعمل لهم تتبيله تجنن. خلينا نشيل الطبق ده على جنب. فاضل الثوم، الثوم من الحاجات المهمه جدا اللي بضيفه كده في صوص سليمه. وكمان بناخد راس الثوم زي ما هو كده وبحرص بالسكينه نقطعه كده وهنحطه عشان ياخد التتبيله. نحاول نشيل بس شويه القشر الزايد ده اهو، ونعمل واحد تاني. انا اول حاجه يعني بالخضار بحبها في الاكله دي الثوم. وزعنا كده الخضار بقت جاهزه، الفريك ابتدى يتشرب، تعالوا نبص عليه اهو.
ابتدى يتشرب. تعالوا نسيبه يتشرب شويه قبل ما نضيف اللحمه ونحشي الفراخ، اوكي؟ بس قبل ما نحشي الفراخ هنعمل التتبيله اللي حطها على الفراخ وعلى الخضار. عندي زيت وعندي بابريكا. البابريكا من الحاجات المهمه جدا في الوصفه دي، هنحط كميه كبيره من البابريكا، هي اللي هتدي له اللون الحلو. البابريكا هي بودرة الفلفل الرومي الأحمر المدخن، في سوري في منها مدخن في منها مش مدخن، ومش حرقة. تحبوا تضيفوا لها شوية شطة، ممكن نضيف شوية شطة حسب الرغبة أهو، خفيفة. هنضيف نضيف الكركم، الكركم فوائده عالية وبدينا كمان لون حلو، شوية كركم بس هي أعلى نسبة البابريكا. هنضيف شوية قرفة وهنضيف اين لا دي ايه دي كزبره، كزبره مش معانا. هنضيف الملح طبعا، وتعالوا نقلب الخليط ده. شايفين لونه؟ هو بقى بيست، اوكي، زي يعني الجليز، بندهن فيه الفراخ. بس دلوقتي هنحطه كده على الخضار، نوزعه، وهنضيف كمان شوية مية علشان البخار. شفتوني معلياها على يعني راك على شبكة الفرن، البخار اللي بيطلع من هنا، هناخد المية، البخار اللي بيطلع من هنا هو اللي بيسوي الفراخ. هنحط شوية مية، خليني امسح حوالين بس الصينية اهو. وبرده ممكن عشان الخضار كميتها اكبر من التتبيلة نزود شوية الملح وشوية بابريكا كمان، نديها لون حلو بعد ما حطينا التتبيلة. دلوقتي ممكن نبتدي نحشي الفراخ. خلوني بس ألبس الجلوفز، والفريك ما بياخدش وقت كتير، هو منقوع ونص سوا. هندخلهم الفرن على درجة حرارة 200، فراخ نظيفة، ونحاول نشفها قد ما نقدر. ناخد الفرخة، هتوجبها هنا بالصينية زي ما هي، ونبتدي ناخد الحشوة. نتأكد انه نسيب شوية فراغ، ما نملهاش بزيادة لانه هيكمل شوية سوا، مش عايزينها ساعات كتير يعني بيبقى الحشوة بتطلع من الفراخ. نحط كده. اخر حاجة في الوصفة دي غير اللي انا بعمله، يعني الخطوة اللي انا ما شفتوهاش، انه حطينا اللحمة المفرومة على الفريك بعد ما يكمل نص سوا، يعني 5 دقايق بعد ما نضيف اللحمة. بنشيل شوية الحشوة اللي احنا عايزين زي ما انا عاملة في الطبق كده على جنب، نسيبهم يبردوا، وبنسيب الباقي يتفلفل. ده يدخل الفرن. بصوا هنعمل ايه، نكون قاطعين حتة هنا بالجلد الناحية دي، ندخل الرجل دي هنا، وفي الناحية التانية أتأكد بس أملكها كويس، في الناحية التانية برضو أهي، أتأكد إنها مفتوحة بس كويس. دي أسهل طريقة علشان نكتفها كده، نقطعها بالسكينة أهو، ناخد القطعة التانية، الرجل التانية، ومنطلعها من الناحية دي. أتأكد إنها دخلت كويس، أوكي. بعدين بنجيب شبكة الفرن. في صواني كتير بس ما بلاقيهاش يعني متوفره قوي في الاسواق، اللي هي بتبقى معاها شبكه منها وفيها. بنحط الفراخ، وبناخد فين الفرشه اهي، والتتبيله اللي حضرناها، وهنرش، خليني بس اشيل الفريك اللي على الوش، وهنحط الخلطه دي، اللون الحلو ده هيديها نكهه وطعم حلوين جدا ولون احلى. طبعا ممكن تدعكوا الفراخ من جوه بشويه ملح لو عايزين. طبعا فراخ نظيفه، وتكلمنا عن تنظيف الفراخ قبل كده، لو كتبتوا اعتقد في عندنا على اليوتيوب محطوط فيديو كامل عن فكره تنظيف الفراخ وغسلها الى اخره. تمام، انا هقلع الجلوفز علشان نحط اللحمه على، نحط اللحمه هنا قبل ما نطلع الفاصل ده. بعد الفاصل هوريكم بيتغطى ازاي، ونكون حشينا القطعه الثانيه. تعالوا هنا على الفريك، خلاص الفريك اهو، شايفين؟ دلوقتي هنضيف اللحمه، وزي ما قلت لكم اللحمه ممكن تتحط على الوش بعد ما يتقدم لو حابين، بس انا بحس بتشرب نكهه اكتر هنا مع الفريك. خليني احط ده في الحوض، و
كده احنا خلصنا كل الخطوات ما عدا ازاي بنغطي الصينيه دي وقد ايه بتقعد في الفرن. هنقول كل التفاصيل دي بعد الفاصل. ويبقى برضو هنا قربت خلاص كده نوطي النار عليها ونغطيها قبل ما نشيل منها الجزء اللي بيبقى مخصوص للحشوه. هحط النار على اعلي النار هنا على الخضار عشان نرجع بكل سهوله بعد الفاصل شويه اضافات نعمل احلى شوربه ونحط عليها شويه اضافات كده توبينجز تزود فايدتها وطعمها. استنونا بعد الفاصل. المرحلة اللي هشيل منها هنا نص السوى كمية اللي هنحشيها في الفراخ ونسيبها تبرد. وهنسيب الفريك اهو فيه سوائل كفاية هنسيبه على النار يكمل السوى. زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان انا الخضار دي لما استوت حطينا شوية منها حوالين الفريك نقلنا الباقي بكل الصوص اللي معاه في حلة سخناها هنضيف عليه مية. ممكن تعملوها كريمي او تعملوها مش كريمي. هتطلع شوربه تقيله شويه مش محتاجين نتقلها باي حاجه فيها البطاطس والبطاطا. تحبوا تضيفوا كريمه ده اوبشن اهو شويه كريمه الطهي. وهنضيف لها مكعب مرق الدجاج من ماجي وكده عندنا شوربه كامله متكامله كانه سلقنا الفراخ. مكعب من المرقه وهنخلطها بالهاند بلندر اهو. يمكن احتاج ازود شويه اعلي الحراره اعلى حراره وأوسع العين تمام. خليها تغلي. احنا ممكن يا كنترول بعد اذنكم هنقلها هنا لانه هنا احنا محتاجين النار الاصغر وهنا محتاجين النار الاعلى. فانا هحط دي على اعلى حراره وهي كل حاجه سخنه الميه اللي ضفتها مغليه كمان. تعالوا اقول لكم ننغطي ده ازاي. مهم جدا يا جماعه نستخدم ورق الزبده ده بنشتريه من كل السوبر ماركتس موجود وبنحمي اكلنا من التعرض مباشره للالمونيوم. اوكي نعمل كده نحطه على الفراخ. بعدين زي ما قلنا احنا عايزين البخار فبنغطي الصينيه كويس كويس اهو نقفلها وبنحطها بالفرن تقريبا وهي مقفوله كده ساعه. نبص كده بعد نص ساعه لو الميه خفت نزود شويه ميه عشان الخضار ما تتحرقش. انا احطها ورايا دلوقتي واقول لكم باقي الخطوات. بعد ساعة والمية بنتأكد انها تمام. خلونا اجيب معلقة بس لانه دي للفريك انها تمام. نفضل نزود شوية مش عايزين مية كتير لان الخضار برضو فيها مية والفراخ قاعدة بتنزل زي ما قلنا للدريبينجز على الخضار. بنفتح الفويل وورق الزبدة خالص ومنسيبها برضو على الحرارة من تحت بس. احنا مش حاطين حرارة من فوق ومن تحت من تحت بس لحد ما الفراخ تستوي. الفريك اكيد خلال الساعة دي هيبقى كمل سوا. الخضار خدت كرملة حلوة. النص ساعة او التلت ساعة الباقيين هي عشان تاخد اللون والجلد اللي هو زي ما شايفين مقرمش ده. تعالوا دلوقتي ناخد هنا الهاند بلندر اهي اوكي ونطحن الشوربة. البصل المكرمل البطاطا البطاطس دخلنا يعني الشتاء وبقوة. كده هيبقى لونها شوية زي شوربة العدس عشان مصفر كده على أورنج. عايزة أتأكد بس إن كل الخضار اتطحنت. وحتى لو فضل شوية تشانكس كده صغيرة قطع صغيرة بتبقى لذيذة. تقريبا فاضل قطعة أو اتنين. وحشني الكاونت داون بتاعكم يا كنترول. احنا خلصنا. عايز اقول لكم في اضافه دايما انا بضيفها على الشوربه. بحب البذور بذر القرع بذر عباد الشمس الى اخره. تعالوا ناخد دي كده جنبنا ونقدمها بشكل حلو. بتديني قرمشه وبتديني برضو فايده. وبقيت اضيف كمان بذور الشيا. خلينا ناخد كده
عملنا طبق من اهو شويه خضار، شايفين اللي فضلت بالاخر دي قطع لذيذه. عملنا طبق شوربه كامل من مجرد انه دخلنا الفراخ الفرن مع الخضار الفرن مع الفراخ. تعالوا اقول لكم هنحط على وشها ايه، بس نغرف كده طبق كده صغير هنا لذيذ، نقدمه برده بشكل حلو. دي وجبه كامله متكامله اهو، ادي الطبق غرفناه نحطه قدامنا هنا. طيب عندي شويه، خلوني بس انقلهم في طبق عشان اوريهولكم. عندي شوفان اهو، شوفان العادي، حطيت له شويه زيت زيتون وشويه بابريكا من نفس النكهات اللي حمرنا فيها الخضار والفراخ، وحطيته يا اما بالفرن يا اما بالمقلاه الهوائيه وارمش. هناخد شويه من الشوفان كده، احنا زودنا النهارده الياف كتير، عندنا الفريك في الطبق الرئيسي وعندنا الشوفان في الشوربه. هتديني قرمشه وحلو نحط شويه على جنب. الحاجه الثانيه اللي هحطها بذور الشيا، لو عندكم بذور شيا دي استخدام لذيذ ليها، بتدينا كده كرانشينس، قرمشه حلوه ومليانه الياف. يعني النهارده اكلنا سعراته يعني حلوه مش قليله، بس طريقه طهيه حلوه بالفرن. الاضافات اللي ضفناها كلها اضافات مفيده، هتنضيف نفس الاضافات دي هنا على الطبق الالكارت ده الصغير، ونضيف شويه شوفان، واخر حاجه اللون الاخضر الحلو اللي دايما بيحلي اي طبق، برضو الطبق الصغير هنحط فيه شويه سبراوتس، هنزود شويه كده. ثواني يا كنترول، حطينا شويه اهو، شايفين حلوين ازاي؟ انضف طبق الشوربه وتبقى النهارده الاكله الشهيه المليانه الياف، مليانه فوائد، مليانه الوان خضار كلها برضو فوائد. كل ما ننوع في الوان اكلنا كل ما ناخد فوائد مختلفه. نحط الطبق ده هنا، بروتين، الياف، كربوهيدرات، بذور، حبوب، حطينا كل العناصر الغذائيه بوجبه عائليه تنفع في العزومات، تنفع لكل يوم، وعملناها قلت لكم كذا طريقه ممكن تحضروها بيها. اتمنى سفرتنا اللذيذه دي تكون عجباكم وتتحمسوا دلوقتي. يعني اللي ما عندوش فريك هو من الحاجات السهله نشتريها ونخليها عندنا دايما في البيت. اتمنى ان الحلقه تعجبكم، تشوفوها دايما في الاعادات الساعه 3 العصر على القاهره والناس 2، 6 المغرب القاهره والناس 1، ودايما دايما كل حلقاتنا من يوم الاول ابتدينا ميسو على اليوتيوب. اشوفكم بكره وباي.